مساء الخير. في عناوين النشرة: لجنة التواصل تستأنف عملها الاثنين، والداخلية تستقبل ترشيحات الستين. مقاتلو المعارضة يعلنون مقتل 10 عناصر من حزب الله في القصير. محاولة اغتصاب في الحمرة، والضحية تواجه الفاعل في مخفر حبيش. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع يزبك وهبي وديما صادق. مساء الخير. كنا قد وعدنا باجتماعات مفتوحة حتى التوصل إلى اتفاق بشأن قانون جديد للانتخاب قبل 19 من أيار، ووعدنا أيضا بأن ذلك سيحدث حتى لو تطلب الأمر النوم في البرلمان. قيل ذلك للطمأنة بأن لا عودة إلى قانون 1960 في العام 2013، وللطمأنة أيضا بأن النواب لا يعملون على التمديد لأنفسهم. لكن يبدو أن النواب فضلوا أن يناموا في بيوتهم وأن يروا نهايات سعيدة لأحلامهم بالبقاء على مقاعدهم أشهر إضافية أو ربما سنوات. فلجنة التواصل التي قررت استئناف عملها الاثنين ستقتصر مهمتها على تلقي إجابات القوى السياسية على السؤال التالي: ماذا تفضلون، التمديد أم الستين؟ لجنة التواصل قررت إذن الانتقال من التمثيل إلى تلفزيون الواقع. أما اللبنانيون فلهم أن يستمروا في دورهم كمشاهدين، ومن لا يروق له هذا الدور لا يملك إلا أن يطفئ التلفزيون الآن.